بعض الناس يكون عاجزا عن الركوع والسجود فتجده يصلي الصلاة كلها من أولها إلى آخرها جالسا، نقول إن صلاتك باطلة، بل يجب عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام وأن تأتي بركن القيام واقفا. بعض الناس يكون عاجزا عن ركن القيام فقط لكنه يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما، فنقول يجب عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم إذا عجزت تجلس، وإذا استطعت الركوع والسجود فيجب عليك حينئذ أن تركع أو تسجد.